كما نوه فضيلته بتسخير مملكة البحرين كافة إمكاناتها خدمة للتعليم ومسيرة العلم في المملكة لما فيه مصلحة الطلبة والطالبات، خصوصا مع تطبيق التعلم عن بعد الذي يحظى بقيمة عالية بما يحفظ صحة وسلامة عناصر المسيرة التربوية كافة. لا يخفى على كل عاقل منصف ما تقدمه بلادنا بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة وفقهم الله من دعم للعلم والتعليم، وهذا من نعم الله علينا أن هيأ الله لنا دولة تنفق على التعليم في جميع مراحله وتدعمه، فهو تعليم بالمجان فلا يحتاج فيه الناس لدفع رسوم دراسية، فالحمد لله على ذلك وجزاهم الله عنا خير الجزاء. كما نتقدم بالشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم ولوزيرها وللقائمين عليها على جهودهم الكبيرة لضبط العملية التعليمية خلال هذه الجائحة واتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامة الهيئة التعليمية والطلاب، ولا بد أن نكون مع الوزارة يداً بيد لتجاوز هذه الجائحة، والمستفيد أولاً وآخراً هم أبناؤنا من الطلبة والطالبات.